أهلا وسهلا على هالموقع الجديد اللي رح يكون جسد فكر روح. للجسد رح تتعلموا كل شي بحاجة إله كجسد، من الأكل للتنفس للألوان للوصفات الطبية، إن كانت أكل أو سوائل أو زهورات وأعشاب. كل الكتب اللي عنا ورح تكون مبنية على علم ميجو كوشي، ماكروبيوتي، نظام الكون، نظام الطبيعة. ما حدا غير مريم نور، الكتب بالعربي موجودين. فإذا الجسد هو الوسيلة، هو الإناء، بدون أواني ما في معاني، والإناء ينضح بما فيه. من الشكل بتعرف العقل، الإنسان بس تشوفه عم بيمشي. فإذا على الجسد رح يكون في علم الفراسة، رح يكون في علم التنفس، كل العلم يلي بخدمة الساجد. الجسد والساجد واحد. بعدين في فكر، بس الفكر منه وحده، من الفكر إلى الذكر إلى التذكر، مش الكفر. Body mind. إذا ما في فكر ما في ذكر، بصير كفر ومنتخطيهم. يعني هالنفس في من وراها الذات، ومن الذات في الروح. فإذا الإنسان جسد فكر روح، نعم، نفس وذات وروح. وكلنا من روح الله، كلنا من الروح القدس، كلنا هالعلم بهالثلاثية، آب وابن روح قدس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في فرق، محمد مش محمدي، ولا علي علوي، ولا المسيح مسيحي. لا أنتمي إلى أي دين وإلى أي شريعة، إلى الأخلاق. إنك على خلق عظيم. فإذا بدنا هالعلم، وفي مكتبة كل الكتب ميتشو كوشي وكتب أوشو، هن الجوانح. الفرق إنه ميتشو بلش بالعقل، اعقل وتوكل. أوشو قال ما في وقت، تذكر تأمل وتوكل. واحد فات من باب القلب إلى لب القلب، واحد فات من باب العقل إلى التأمل. والتأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. ولا هيدا مسلم، ولا هيدا مسيحي، ولا هيدا بوذي، ولا هيدا كريشنا. اثنينهم عندهم، نعم، المحبة والرحمة والحكمة. والسلام عليكم، وعليكم السلام. البارادوكس، هالأضداد بيكملوا بعضهم. إذا ما في مر ما في حلو، ما في يوداس ما في المسيح، ما في شر ما في خير. إنت لك الخيار شو بتختار. فإذا الكتاب موجود عندنا، مكتبة، وعندنا كل ما هو لازم تعرفه للجسد. بس بدنا الإنسان يقول اقرأ. ما بدي أبدا اتصالات كيف بدي طول شعري. ما بقى لي جلادة، 40 سنة عشت بالجامعات برا، ما كان فيها الأسئلة السخيفة. نحن هون أمة العرب، الحكيم بده يحبلني، وهيدا منه حكيم، هيدا تاجر بالجسد، تاجر، عبد للأدوية، عبد للFDA والAMA، عبد للجهل. صدق شو بيقول الدكتور الدب والطور، ما صدق شو قال النبي. إن شريعة نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، تلت بتلت بتلت. راح الإمام علي قال له جاي من عند النبي لعند المضغ 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 المضغ. فإذا جسد فكر روح، هيدا موقع، آخر موقع. إذا كان مش على ذوقي وقلبي ومرتاحة فيه، مثل كل مواقع أوشو وميتشو وجورجيف وهالعلماء شرق وغرب، ما بدي يكون أقل. أنا مني أقل. هيدا مريم نور، وما بنتمي إلى أي بيت سلام أو بيت نور، كله كذب ونفاق. هالمواقع اللي محطوطين 3-4 وبس، حتى برا بالغرب كمان في نفاق 95%، نحن 99%. بس بيضل فيه واحد بكل بلد أو اثنين. فإذا اللي عنده خير جليس الكتاب
ويلي عنده صديق من أغنى الأغنياء وعندي يوم. ما معناته ما بدي الصدقة هاي من حقي. تتذكروا الإمام علي كان يدفع كل مسائل الحبيب. فإذا بدنا ندفع بالصدقات واللي قدامكم اللي العالم العربي ببهدله وبيعصره وبده يقتله ويهدر دمه، الوحيدة الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم كل ما أملك، وخبرتكم ما كان عندي مطرح روح نام، ادفع الدولار قبل المليون وقعدت على الطريق. وهالبيت كنت حاطة فيه صديقة إلي، كانت صديقة وبعدها صديقة ولو منافقة، قالت لي ما بطلع تفعيلة تأطلع، كنت قاعدة وأنا أصرف عليها. وحدة تانية ادفع لها بس حتى تسقي الزريعة، ماتت الزريعة وقالت لي ماتت الزريعة بس بدي مصاري. هيك كل العرب 99% عرب جرب، ما شفنا إلا البرج والجرب. ولكن أنا مني عرب، ما أنتمي إلى أي طريقة وإلى أي أرض وإلى أي خريطة. وهيك أنتم إن شاء الله بكل ما أجا دمار شامل وكل ما شفتوا لصوص وحرمية وكذبين ومنافقين تتعلموا. علمني من علمني، واتقي شر من أحسنت إليه بالإحسان إليه. الغفران أقوى الانتقام. دايما رح تدرسوا المقامات كلها. أكيد ما فيني أقول كل الكتاب، بس بعطيكم ملخص وهيك نخبة النخبة. بعطيكم المسك وأنتوا بتركتوا وراء الغزال. محمد طلع على الجبل، الجبل ما أجا لعن محمد. فإذا جسد فكر وروح ومكتبة ودعم، هيدا من حقنا الصدقات. إذا شفت ما في صدقات يعني هيدي السرقة، عم ساهم بالسرقة مثل ما ساهمت بكل الحرامية لأن أعطيتهم الثقة. بس أنا بوثق بالثقة مش فيهم. فإذا الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم هو الجهاد الأكبر وأكبر الجهاد. كل اللي عم تستفيدوا من هالمركز ما رح يفوتوا فيكن الى لب الالباب اذا ما ساهمتوا بالصدقات. هيدا من حق اللي عم بيشتغلوا بهالمركز. كلف مئات الوف الدولارات هالموقع، برا بتدفع تتشتغل. هون مندفع للواوة ترفع التنورة، وما بتدفع الفتورة. اهتمامنا تصوروا رمضان، شوفوا رمضان حول الكرة الأرضية، مرضان يعار العالم. أنا بدفع بالتلفزيون تحط البرنامج، وكانوا رح يشولوني برمضان لأن بدهم هشك بشك. فإذا ما تتذكروا إلا الخير، وأنت أفضل الذكريات.